فاصل وما زلت مستمر مع حضرتك في الفترة القادمة للمنتخب. فكرة اللاعبين وصلاح ورأيك في التوليفة اللي موجودة دلوقتي، هل فكرة اللاعبين الجدد وإنك المواهب في الوقت الحالي هنشوف منتخبنا بالشخصية اللي احنا نتمناها وكنا يعني بنغير أجهزة فنية عشان نشوف شكل منتخبنا اللي هو الشكل الهجومي شكل البطولات، هل الوقت الحالي ممكن نقدر نشتغل بالشكل ده او المدير الفني يقدر يشتغل بالشكل ده في ظل الامكانيات واللاعبين الموجودين؟ مؤكد لان معظم اللعيبه اللي نهت مع السنغال الماتشين وكده موجوده، هو المفروض ابني على عليه، لان انت عندك بقى شكل الراجل اللي مشي. يعني في ميزه ان انت بتستلم مع مدرب شاطر وبيشتغل احسن ما تستلم المدرب مالوش بصمه. فانا شايف ان كيروش كان ليه بصمه يقدر ياخد ويبني عليها يعني يكمل، لانه انا بعتقد ان كيروش ما كملش، هو جاء في نص الطريق ومشي. تمام كده، ما كملش. فهو الوضع الطبيعي انه يستلم ويكمل ويشوف العمليه والصفين ويقدر هو يضيف. لكن عمليه ان انا ممكن اجي عشان اقلب الدنيا تانية واغربل واعمل، انا شايف. بس كابتن خليني اقول لك بمنتهى الامانه، امام السنغال وحتى قلت يمكن كنا بنتكلم كان نفس فريق السنغال فريق قوي، ودائما مصر فريق قوي، لكن واضح فرق المستوى الفني في الجزء الهجومي وشخصيه الفريق نفسها. هي دي اللي انا بتكلم عليها وان احنا عايزين نشوفها مع منتخب مصر، هل ده نقدر عليه في ظل تواجد اللعيبه المتواجده حاليا، في ظل وجود معانا واحد من احسن لعيبه العالم في كره القدم النهارده؟ المنافسات اللي بتلعبها بتعليك وبتبني شخصيتك، لانك بتتعرض لمواقف صعبه. ان الدوري بره في اوروبا مش سهل، صحيح الدوري صعب جدا. فانت لما المعترك اللي قدامك واللعيبه اللي قدامك غير اللعيبه، فبالتالي هنا تتبني شخصيتك ان انت قادر مع الفرقه دي بره تكسب الفرقه دي وتعمل وتشتغل وتجيب وتنتج وتعمل. بس احنا زي ما المنتخب بتاعنا بتاع كابتن حسن شحاته ما كانش اللعيبه بتلعب بره، كان كلهم تقريبا وكنا بنشوف مستوى فني ده صحيح وشخصيه منتخب وهجومه، بنلعب قدام البرازيل برضو وايطاليا. برضه هقول لك ليه، لانه دايما اقول لك ان طبعا انجاز يحسب لحسن شحاته على مدى 3 بطولات حاجه صعبه تتكرر. لكن انا عايز اقول لك ان حسن شحاته كان مدرب الفريق اصلا نص الفريق في الناشئين. يعني كان ماسك، كان معاه متعب وكان معاه احمد فتحي وكان معاه حسني وكان معاه عمرو زكي وكان معاه نص اللعيبه اللي خدها اللي جم انضموا كانوا موجودين مع لعيبه على مستوى عالي ذات خبره. ورغم ان انا بقول برضو حتى اللي طلعوا عندهم خبره خبره دوليه. فبالتالي انضم اللي مين؟ عصام الحضري، جمعه، احمد حسن، ابو تريكه، زيدان، بركات. الاثنين دول عملوا تيم هايل. يعني تيم، انا شايف عشان كده بقول لك دايما التايمنج بتاع حسن كان هايل كمان. انه جاء في وقت في جيلين بيلعبوا، نص الفرقه جيل هو دربه اوريدي 2-3 وعاش معاه، والنص الثاني المجموعه ذات الخبره العاليه جدا اللي موجوده عملت لمصر فرقه وبنت شخصيه عاليه جدا. وكل دول لعيبه دوليه بتلعب في افريقيا، وبالتالي اتعمل فريق لمصر يعني صعب يتكرر على مدى طويل. بمحض الصدفه يعني يا كابتن؟ نعم، بمحض الصدفه يعني تزامن يعني. مش عايز اقول يعني تزامن. وليه لا؟ حتى لو دي حصلت، لكن قدر بعد كده الانسجام يحصل، وفي لعيبه وقعت ومع ذلك مصر خد بطولات. يعني في لعيبه وقعت من السكه، صحيح. ما كملتش، ده مشي، ده عمل كده. فقدر حسن شحاته ان هو يحافظ على الفرقه على مدى 6-7 سنين خد بيهم 3 بطولات. كده معناه كابتن حضرتك بتقول لي ان الوقت اللي احنا فيه الموضوع هيبقى صعب جدا. انت في مرحله بناء. انت في مرحله بناء. حسن كان اوريدي يعني طلع بالاساسات. هناخد وقت قد ايه يا كابتن؟ لا، على حسب انت النوعيه اللي انت تختارها، على حسب الدوري اللي بتلعبه، على حسب الافراسات اللي عندك، على حسب الدوليين اللي موجودين عندك ومدى قدرتهم على ان هم يثبتوا ذاتهم بره. يعني في يعني طب خلينا نتكلم على الدوليين بس كابتن. مثلا يعني صلاح موجود في ليفربول صلاح وخلينا نقول